فريق برشلونة ناصع البياض، الفريق اللي عنده 13 بطولة مع فريق غوارديولا، ومع ذلك تلقى بعض الانتقادات بعد أن خسر الكلاسيكو في المباراة الأخيرة هنا على هذا الملعب في الكامبانو. المشهد يتكرر، يوم السبت الماضي كان ريال مدريد حاضرا وكانت النتيجة 2-1 للريال، اليوم تشيلسي حاضر النتيجة في ستامفورد بريدج، تقدم تشيلسي بهدف 1-0 لا شيء. اللاعب بالضبط الذي أخرج الهدف عند الدقيقة 45 للشوط الأول من تلك المباراة التي أقيمت في لندن، ما هي تشكيلة الفريق الأبيض. ضربة البداية تأتي براءة كبيرة، لأن لا زال المشجع الكتالوني يشعر بغصة الخسارة من الكلاسيكو ما بين السبت والثلاثاء والوصول إلى المباراة النهائية في دوري. مباشرة إلى ميسي، ميسي يتقدم يسدد يحطها ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. المباراة تسجل المحاولة الحقيقية الأولى مرة تيو، الآن يقدم لنا كوينكا بكرة وصلت إلى الأمام سريعة، ولكن يظهر لدينا حارس كبير هو صاحب الهدف الوحيد في الشوط الأول عند الدقيقة. هدف لهدف، وتشيلسي فاز على سبورتك موسكو بأربعة أهداف. برشلونة ممكن تسجيل الهدف الأول، برشلونة كرة تحول، يخرج حارس المرمى بعد ما صدد في المدافع ووصلت إلى حارس المرمى بيتر تشيك اللي يعطي الفرصة الآن لعلاج اللاعب تشيك. وزنجوان لم يأتي، يأتي ميسي الآن وتأتي محاولة المارشا، ومرة أخرى أمام المرمى ولكن هتصفان. وفي لندن لم يسجل، وهنا كرة دروغبا، يخرج حارس المرمى فيكتور بالديز بالبوكس مباشرة، وبويول الآن يتوجه إلى اللاعب المصاب وحارس المرمى أيضا فيكتور بالديز. ما أدري إيش بلاه المباراة، شوف عند الربع ساعة الأولى فقط أصيب كيهل مدافع في مرمى برشلونة. الآن ميسي يحاول، ممكن جول، أوه مرة أخرى أيضا المدافع، والكرة ينقذها المدافع، وقبل ذلك أيضا حارس المرمى بيتر تشيك، وكاد برشلونة رحلة البحث عن تسجيل الهدف الأول. الجبل الدفاعي الأول والتسديدة، هنا الكرة إلى خارج أرض الملعب. اللي يشوف الشاشة يتابع سواء دي ماتيو كأس العالم 98، غوارديولا 94، وسبق للمدربين الاعتيادي اللي يقوم في فريق برشلونة يتعقد لأن في زخم وفي كثرة من مدافعي فريق الريال. وهنا دروغبا بمتابعة غوارديولا، الكرة خطيرة والتسديدة أرضية حتى الجهة اليسرى، ممكن الآن، ممكن الجول، ممكن الجول، جول 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 جول. بوسكيتس، الحل أخيرا أتى من سيرخيو بوسكيتس في مباراة رقم 40، ويسجل الهدف الشخصي الثالث له في دوري الأبطال، وبوسكيتس يولع. صارت 1-0. أو 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 حدث شيء، شافي على تنفيذها إلى ميسي حطها، ولكن كله يسجل تقريبا. الهدف أتى من لاعب خط الوسط، الآن تلعب للبرشا، وصلت لبرشلونة، ترى لو حطها انيستا، يتقدم انيستا، ممكن جول، ممكن جول، جول 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 جول. الثاني للبرشا، الثاني للبرشا، العمل بدا من سانشيز. برشلونة المباراة النهائية العيدة، الانفراد، الله 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 الله، سجل الهدف الأول لتشيلسي. هو الجيد اللاعب البرازيلي الجيد والمهارة والتقدم وكل، ولكن ردة الفعل تأتي من حكم المباراة السيد كونيت شاكير، وينهي الشوط المثير، الشوط المحافظة على هذا الهدف، الهدف الذي يؤهله طبعا إلى المباراة مرات. هنا ميسي، ميسي حولها إلى الأمام في غاية الخطورة، جول، أوه فابريغاس البينية، خذها السقوط، شي يقول حكم المباراة، احتسبها، احتسبها في الأخير، هو اتخذ القرار. ثالث يتقدم ميسي، أوه ما صدها بيتر تشيك، ولكن العارضة تتدخل
كيف يخطف بطاقة التأهل تشيلسي. راميريز يعني سجل الهدف وهو هدف رائع وهدف جميل، كرات الماسكيرانو يتقدم في سقوط وحكم المباراة لا يحتسب شيء، يتدخل الكبير بويول والآن يحدث أمامك احتكاك، يتدخل لا زالت واردة ودانيال ألفيش يحولها ورأسية تحول، لكن هل تشوف عد الكرات، عد المحاولات، عد مرتدة قالوا إذن في خط المقدمة، الضربة الحرة لعبت لمصلحة البرشا، بويول يحول لبرشلونة بكرة 29 دقيقة تاريخية تصل الآن، ممكن جول ولكن يصدها حارس المرمى بيتر تشيك، يتقدم كوينكا يصعب المهمة، الكرة تحاصر ما سجل سانشيز مباشرة، هدف واحد ولكن هذا الفوز ما قد تزداد المشاكل ولاحظ الضغط الهائل والخبر صار مثلا من كيتا في وين المحاولات للتسجيل الان تحت المحاولة من سيرخيو بوسكيت ولكنها الى خارج ارض الملعب، معاناة البرشا مستمرة، انجليزي ايضا قادم دروغبا وواجبات يمكن هذه تفيد برشلونة، ألفيش تفيد اوه 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 بهذا الشكل يمكن أخرى تفيد أو في القائم من ميسي ومرة أخرى تفوق وراح تهز الفريق الكتالون شجعون متسمرين اللقطة لكن هنا ميسي أمل ميسي أمل برشلونة كرة بوسك الخبر السعيد يأتي من ماسكيرانو لا والله يسد الكرة الأخيرة بويول الرأسية لكنها إلى خارج أرض الملعب يخلص المباراة خلصها 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 خلص فرناندو توريس وصعد تشيلسي إلى المباراة النهائية، فرناندو توريس الأسباني يقصي الفريق الأسباني من الدور نصف النهائي، فرناندو توريس اللاعب الأسباني البديل اللي سجل مع لكن من ستامفورد بريدج وأيضا من الكامبانو وتشيلسي إلى المباراة النهائية وبرشلونة وضربتين على الرأس توجع وإذا طاح الجمل كثرة سجاجين لكن شوف تحية لك أيها الرجل المحترم المدربين أنا أتحدث عن الناحية الشخصية تحية لك يا غوارديولا تحية لك يا ديماتيو.